هرج سيف ووصلته رسالة، خلته يتجه للسبيطار. انزل من طوموبيلته ودخل، سول على سمية الشخص اللي بغى وعرف الغرفة وهو يمشي يدخل عنده. كان الأب وخو نادية اللي غير شافه دخل وخرج وخلاه مع باه. سيف الدين جر كرسي وجلس حداه وقال ما يكون باس. قال الحاج الأب ديال نادية ما تشوف باس، بغيت نهدر معاك. وهو يقول له سيف الدين اهدر هانا كنسمع. بدا الحاج كيعاود لسيف الدين وقال له كيفاش مورا موت بنته واللي كان كيلوم سيف بدرجة أولى على موتها، كيفاش حتى حقد عليه وهو سبب أي مصيبة نزلت على سيف. كان هو ولده سبابها حتى النهار اللي عرف رارقية اللي قتلت بنته، وهاد الشي عرفه من المحامي وتتبعوا القضية واعترافات رقية، وكيفاش رقية ماشي خت نادية شقيقة غير تكفل بها الحاج. بدا كيعاود ليه الحقائق كاملة، وسيف الدين غير ساكت وكيسمع حتى كمل هضرته وهو ينوض. قال الحاج ما غتقول لي يا والو. قال ليه سيف الدين اللي غادي نقوله والو قدام الحالة اللي وصلتي ليها. الحاج حنا راسو قال اسمح لي يا ولدي. سيف الدين قال له الله اللي كيسامح. قال هاد الشي وخرج، طلع عينو نزلها في خو نادية وخرج من السبيطار، طلع في طوموبيلته والوجهة كانت المقبرة. وصل المقبرة وحط طوموبيلته برا ودخل كيتمشى، عقله كيفكر ولكن رجليه حافظين الطريق مزيان. وصل لقبر نادية وجلس، ما عرفش علاش جاي عندها ولكن كيحس براحة نفسية من اللي كيجي. يمكن هي الوحيدة اللي كانت كتفهمه وتخليه مرتاح، ولكن هاد الشيء ما كيعنيش أنها مازال مستوطنة قلبه. كيبغي صحر ولكن داك الشيء اللي دارت معجبوش، تهمته بالخيانة مع مريم. هو متفهم الفترة اللي كدوز منها، ولكن كل شيء إلا الثقة. صحر ما عارفاش باللي حاولوا يوسوسوه من جهتها وما عطاهمش فرصة حتى يقفيها. بقى كيتفكر كيفهاش قبل 3 شهور هادي كان جالس في البيرو ديالو خدام وصحر خارجة، كانت طلبات وتمشي مع خالتها وخلاها جالس خدام حتى وصلوا ظرف طلعته ليه الخدامة الجديدة، خداه من عندها وحل باش يتفاجأ بصور صحر مع حمزة ملي كان باقي في القصر. صورة كتشوف في جنابها ووحدة أخرى داخلة لعندو البيت، وصور أخرى ووحدة فيها صحر قدام الحبس فين كاين حمزة، كاينه هي وخالتها. بقى كيشوف دوك التصاور، وبعد تفكير طويل قطع دوك التصاور وحرقهم. جات سحر في العشيه وبقى كيتسناها تعاود ليه، ولكن خيبات ظنه وكذبات عليه. كان في امكانه يشك فيها وينوض عليها الدنيا، ولكن الاول مره عشقه ليها غلب على احتمال شكه فيها. ناسى الموضوع وما عمره حاول يجبده معاها، وقنع راسو أنها كتبغيه ويستحيل تخون، وأي حاجة دارتها إلا وعندها تفسير منطقي. وبهاد الشي دوز هذاك الموضوع وما عاودش جبده، ما فيق من تفكيره غير تليفونه لكيسوني، وخرج من المقبرة ومشى عند الجارد اللي عيطوا ليه. طلعت سحر لبيتها وجلسات فيه وعقلها كيدي ويجيب، حتى دخلت عليها مريم هزة الماكلة والفيتامينات وهي تقول مدام خاصك تاكلي. قالت ليها سحر حطيه تما. حتى كانت مريم غادة تخرج وهي تسولها سحر، ما قدراتش تصبر، كانت باغا تعرف شنو اللي كاين. قالت كنتي زوينه البارح عجبتيه، وهي تقول مريم بزاف وخصوصا الكسوه وداكشي راكي عارفه الرجال الفورمه كتدوخهم، ومراته حامله ولات قدها قد. وردات البال للسحر اللي تقرصات وقالت لها سمحي لي يا مدام، انتي واخا حامله باقا زوينه ولكن كاين اللي ما كتبقاش ديها في راسها. سحر بلعتها بلا ما تبين وقالت ولا عليك كي دازت السهره. قالت لها مريم زوينه واخا كان خاصو يرجع للدار ولكن دازت زوينه. قالت لها سحر مزيان
ما كتحسيش بتأنيب الضمير من جهة مراته؟ عمرك ما فكرتي تعودي ليها هاد الشي؟ قالت مريم. عاودت لها ولكن بطريقة غير مباشرة. سحر تصدمات وقالت كيف هاش؟ قالت مريم. عاودت لها كل شي. وهي تقول سحر وشنو قالت لك؟ وهي تقول مريم شنو قلتي؟ قالت لها سحر ما فهمتكش. وهي تقول مريم اشنو بالك في قصتي؟ سحر قالت لها علاش كتسوليني انا؟ وهي تقول مريم انت بغيتي تعرفي راي مراتو في هاد الشيء، شنو رايك؟ سحر نادت من بلاصتها وهي تقول ايش كتقولي انت؟ عارفه راسك شنو كتقولي؟ وهي تقول لها مريم مدام تهدني انا مالي والو، سيف الدين كيبغيني وانا ما درت لا بايدي ولا برجلي. سحر بدات كتغوت علاش كتكذبين؟ علاش؟ اشنو غرضك من هاد الشيء؟ قالت لها مريم كنكذب وإلا وريتك الدليل. وهي تقول سحر انا تايقه في راجلي وما محتاجاش دلائلك اللي مبنيه على الكذوب. سيري جمعي حوايجك، خدمتك سالات معانا. وهي تقول مريم ملي تايقه فيه علاش كتجري عليا؟ خايفه يكون هاد الشيء بالصح. قالت ليها سحر ليش باغا توصلي؟ قالت مريم هاد الليله كيف ما كل ليله ملي كتنعسي كيجي عندي، وحتى هاد الليله غيديرها وانتي غادا تشوفي وغتعرفي باللي الا كان شي كذاب في هاد الدار راه ماشي انا، وانتي غادا تشوفي وغادا تعرفي باللي الا كان شي كذاب في هاد الدار راه ماشي انا. سحر قالت ليها خرجي عليا خرجي. دارت مريم جهة الباب غادة وكتمختر بابتسامة شريرة على وجهها، مخلية سحر كتغلي بحال جالسة فوق العافية. كان غادي في الطريق احتاج اتصال من عند واحد من الجارد. قال له سيدي ناصر لقيناه شادينو الجارد ديال الحاج. سيف الدين قال فين لقيتوه؟ وهو يقول الجارد جوج دقائق وغنصيفطو ليك العنوان. وبهاد الشي قطع معاهم سيف الدين. أما سحر فكانت غدا ترتق، ما حاملاش الوضع، ما حاملاش هاد الشي اللي وصلت ليه. واش ممكن يكون هاد الشي ولا كذوب؟ جلست في البالكون وبدات كتراقب غروب الشمس وتفكيرها معاه. ما دوزوش قليل وما داش عليهم قليل، بغاته من قلبها ودوزات ليه أغلاط بزاف دارهم. هاد المرة يستحيل تسمح ليه، واخا بينها وبين راسها كانت كتطلب الله يكون هادشي غير كذوب، وان سيف الدين راجل على بحال هادشي. بغات تشوف سيف الدين اللي بغات النهار الاول واللي كان كيخلي شريفه وغيرها يغيروا منها ماشي هي تغير منهم. هذاك هو الراجل اللي بغات، وهذاك هو الراجل اللي تزوجات به. دخل سيف الدين القصر ومريم كانت كتطل عليه من الفوق وقالت مرحبا مس يوسف. مشى لبيتو وغير حلو لقى سحر جالسه في البالكون عاطيه بالظهر. مشى بشويه حتى وصل قدامها وهو يطحن على ركابيه، باس ليها كرشها وعاود ناض باسها في فمها ومشى يدوش بدون ما ينطق بحتى شي حرف. وحتى هي كانت عاديه ما تحركاتش، ما قدراتش تمثل وتبين له ما كاين والو. دخل سيف الدين دوش بالخف وخرج، البس حوايجو وخرج، مشى نيشان البيروه وجلس فيه. سحر كانت ساهية ما رداتش نهائيا البال ليه امتى خرج، حتى داز شحال ديال الوقت وناضت كتعيط له سيف. مشات للدوش بشوية حلات الباب ولقاتو ما كاينش، وهنا غيتحركو شكوكها. وبدات هضرة مريم كتعاود في دماغها. خرجت من البيت بشوية وحيدات صندالتها وبدات كتمشى على طرف سبعانها حتى شافت الشي اللي خلاها تبقى واقفة مجمدة في بلاصتها. وفي الغابة الجارد الأول قال ما كانش عليك تعلموها صاحبي. قال الجارد الثاني خاصو يعرف. وفي الغابة قال الجارد الأول ما كانش عليك تعلموها صاحبي. قال ليه الجارد الثاني خاصو يعرف، واش حنا غيبقى في عنقنا؟ وهو يقول الجارد الثالث دراري عتقوه بالماكلة. وهما مازالين كيكملوا هضرتهم
احتتر فيهم القرطاس، حطهم واحد مورا لاخر. ابقى ناصر اللي يلاه حل نص عين كيشوف وما فاهم والو، حتى كيبان ليه واحد الشخص ضخم البنيه داخل. يلاه كيف بغى يسولو، حتى دخلات الحاجه كتجري عنده وعينيها كيتفحصوه واش هو بيه شي حاجه، وعطات للشخص اللي قتل الجارد اجوا عامر بالفلوس. خرج كيتسناهم على برا، قالت له خاصني نهربك من هنا، غادي يقتلوك ولدي، غي قتلوك وانت اللي بقيتي عندي. ناصر كيهضر وهو عيان، انا عييت من هاد الشي يا ماما. قالت اسمح لي يا ولدي، انا سبابك، اما كون راك انت هو القايد المنطقة. اسمح لي. كتبكي وهي كتحاول تحلو الكوردان اللي باش مربوط. بقات معثرة حتى حلاتهم وعاد تنفسات. وفي القصر واقفة من بعيد كتشوف سيف الدين بعينيها كيفاش حل الباب ودخل عند مريم لبيتها. بقات للحظات وهي واقفة وكتشوف وكتكدب عينيها، رغم أنها كانت شاكة، ولكن في هذه اللحظة بالضبط عقلها رفض يستوعب أو يتقبل الفكرة. بقات مدة وهي واقفة متردة ما عارفاش شنو تدير. ادخل إلا ما ادخلش. اتخلعات ما بقات عارفة ما تدير. رجعت جلست في بيتها رافضة تدخل وتشوف شي حاجة اللي تقدر تضرها. ماشي سهل تيق في شي واحد كتبغيه وفي الأخير يخون تيقتك. بقات جالسة دقيقة وجوج وتحولات لساعة حتى دخل عليها سيف الدين. قبل ما يدخل فكرت مزيان واش تقول له أو لا تسكت، ولكن اختارت المواجهة. هي الوحيدة اللي تشفي فضولها وتبرد شكوكها. سحر كتشوف ليه في عينيه نيشان وقالت فين كنتي؟ سيف الدين تجاوب فين غادي نكون؟ وهي تقول له سولتك فين كنتي؟ قال في المكتب. سحر توقعت هذا الجواب، ولكن كانت باغاه يحنتها ويقول الحقيقة ويخليها تحشم، حيت فكرات تشك فيه. ولكن سحر ابتسمت وقالت شفتك داخل عند مريم. قال ليها مشيت حيت كان خاصني نطمئن على صحتك ونظامك الغذائي. قالت طمئن عليا عندها في البيت. عينيها غرغروا بالدموع. وفي هاد الساعة قال لي سيف الدين وهي تقول وعلاش من اللي سولتك قلتي كنت في البيرو؟ قال اشنو دابا واش كتحقي معايا؟ وهي تقول كنسولك سيف الدين. قال ليها ايوا راه جاوبتك. وهي تقول اشنو بينك وبين مريم؟ سيف الدين بقى ساكت ومشاكلت فوق الناموسية وهي تتبعو سحر، ووقفات عليه وقالت له شوف فيا. سنات واحتهز فيها عينيها وقالت اشنو بينك وبينها؟ جاوبني. عودت السؤال اكثر من مرة وكان الصمت هو جواب سيف الدين ليها. قالت له هكاك تقول لي فهميها كيف ما بغيتي. صمتو خلاها تفقد أعصابها وبدات كتغوت جاوب ادوي هدار. حاول يشدها من خصرها ويكلميها، ولكن هي كانت شاعلة دفعاتو عليها وبعدات وقالت ما تقرب لياش ابقى بعيد. قال ما غاديش نقيس غير بردي. وشاف ليها في عينيها وكيقول لها غير تهدني. قالت ليه ما تقولش لي تهدني ما تقولهاش، اشنو بينك وبينها؟ اش بينك وبينها قول. قال ليها كنبغيها. وهي تقول له كيفاش كيفاش كتبغيها سيف؟ صافي يا حبيبي صافي يا حبيبي من هذا الضحك الباسل، باغي تجربني ياك؟ انا كنتيق فيك غير حبس هذا الضحك. كتشوف على الملامح ديالو الجدية واللي كتعني انه فعلا ما كيضحكش معها، وعاني كل حرف نطقه. وهي تقول له لا ما يمكنش ما يمكنش، انت كتبغيني ما عندكش علاش تدير هكا، علاش كتكذب علاش؟ قال ما كنكذبش. سحر انا بلا هزات ايدها حتى السما ونزلت عليه بها. وهي تقول له سميتي ما تنطقهاش ما تنطقهاش كتفهم؟ سمحت ليك بزاف
عينيها غرغروا وقالت: ودوزت بزاف وصبرت بزاف، شنو كان عند بالك؟ درتيني في جيبك وليت ديكور عندك في القصر، غادي تمسح فيا رجليك وإيديك ونسكت وندير فيها المرأة المطيعة اللي كتصبر وتخاف تطلق وتخاف من نظرة الناس وما تبقاش عارفة تعيش. مسحات دموعها وهي تقول: غلط غلط على كل مرة ضربتيني فيها وسكت وخديتي سكوتي ضعف، غلط على كل مرة غلطتي وسمحت ليك وخديتي سماحي ذل. كيف ما كنت عايشة من قبل منك غدا نعيش موراك، وكيف ما كنت قادة على راسي قبل منك غدا نقد على راسي من بعدك. كنتي سند ولكن مش السند، وولادي غادي نربيهم ونكبرهم بيك ولا بلا بيك. كتشوف له في عينيه اللي ولاو حمرين وإيديه مزيرهم حتى قرب يتقطع فيهم الدم، وقالت: والله وتحاول تمد عليا إيدك حتى ندمك. ضعفي معاك كان ملي كنتي الراجل اللي كنعرف، أما دابا وليتي واحد ما كنعرفوش، غنعامله على أساس أنني ما كنعرفوش. خدات نفس عميق كتحاول تبرد حتى حسات بكرشها بدات كتضرها، ورجعات شافت ليه وسط عينيه وقالت: طلقني. ماشي كنطلبك، ماشي كنطلبك، ولكن بزز غادي تطلقني، وأحسن محكمة غادا تفاريها بيناتنا. طلقني. وهو يقول سيف الدين: موافق. سحرت صدمات وقالت له: علاش موافق؟ قال: طلاق. سحر شدات فراسها باش ما تبينش ونطقات وغصة في حلقها، قالت: أوكي مزيان، وعطاته بالظهر وهو كيشوف. ومشات هزات باليزة محطوطة وبدات كتهز في حوايجها وقلبها باغي يخرج من بلاصتو، واقفة كتجمع حوايجها وهو كيشوف فيها. حتى شافها حبسات وحطات ايدها على كرشها، بدات كتحس بالوجع ديال قبيلة زاد. حتى شدات كرشها وغوتات وحسات بشي حاجة نازلة منها، نزلات عينيها ببطء وإيديها كيترعدوا. حتى شافت الدم نازل معرش ليها وطاحت مغمى عليها. سيف الدين ما فهم والو، شدها دغيا قبل ما تطيح الأرض وهو كيعيط لها: سحر سحر. حكمها مزيان بإيديه وهزها كيجري بها للسبيطار، واقف كيتسنى الطبيبة حتى جاه اتصال من عند الجارد وقال: ما تخليوهاش تمشي لحتى بلاصة، وقطع التليفون وجلس كيتسنى. وقتهاش تخرج الدكتورة، وقف كيمشي ويجي في الكولوار حتى خرجت عنده. سولها مالها شنو عندها، وهي تقول: تفضل معايا البيرو غدا نشرح ليك. مشى معها البيرو وغير جلس، وهي تقول: مسيو سيف، المدام تقلبوا ليها الوليدات ولا راسهم لتحت، واي حركة كتيرة ولا توقف بزاف غادي يكون عندها عواقب عليها، ما خاصهاش تحرك بزاف. وهو يقول: اوكي فهمت. ودابا؟ وهي تقول له: الحمد لله راها مزيانه دابا، ولكن ناعسه خاصها ترتاح. ومن بعد خرج من عندها ومشى طلع على سحر وجبد تليفونه وعيط على واحد من الجارد اللي كيتيق فيه وقال له: طلعوا الفوق. بقى كيتسنى شويه حتى طلع الجارد ومعاه واحد اخر وقال لهم: ما تحركوش من حدا الباب وخا ما يعرف اشنو يطرى. قال ليه الجارد: وشكون يدخل عندها؟ سيف الدين جاوب بصرامة: حتى شي واحد، حتى من الممرضة ديالها ما تدخلش، يدخل عندها شي حد نعرفكم انتوما. قالوا له: وخا. وهو جاه ميساج في التليفون وغير شافو ومشى. انزل طوموبيلتو ديما راها وتبعوه جوج طوموبيلات عامرين بلي جارد دياولو كانوا كيتسناوه يخرج. داز شحال ديال الوقت وهي ناعسة، بدات كتغوت حتى حلات عينيها على ايدين كيفيقوها، وغير حلات عينيها وعنقاتو بلا ما تشوفو شكون. قال ليها سيف الدين: حبيبي غير كابوس. صوتو خلاها ترجع للواقع وهي تدفعو عليها وقالت: ما كاينش شي كابوس كتر من داك اللي عيشتيني فيه. سكتات ورجعات اللور كتشوف راسها في سبيطار وتفكرات اخر لحظه فاش كانت كتجمع في حوايجها ونزفات، وهي تقول: ولادي. قال ليها: مزيانين الحمد لله، ولكن ما خصكيش تحركي بزاف،
بدا كيشرح لي هذاك الشيء كامل اللي قالته ليها الطبيبه، وهي تقول خرج. قال ليها الا خاصك دابا تسمعيني، راه ربعه السوايع اللي انت كنتي نعسه فيهم دازوا عليا كي الزفت. وهي تقول اشنو حبيبه القلب مريم خليتك؟ قال صحر ما تخلينيش نمد عليك ايدي. وهي تقول لي خرج برا، قرب ليها اكثر وشدها من فكها حتى تألمات. وهو يقول اعصابي محروقه، ما تزيديش تعصبيني سمعيني. سحر بغات تعطيه فرصه تعرف شنو غيقول. وهي تقول له انطق. جر الكرسي حتى قرب ليها شويه وجلس. وهو يقول غنعاود لك كل شيء، ماشي حيت خايف تخليني، ولكن باغيك تعرفي باش تفهمي. قالت اطلق خلاص. قال ليها وعديني ما تعصبيش باش عاد نهضر. وهي تقول ودوي راه هكا عاد كتعصبني. قال سمعي وسدي فمك وما تقاطعينيش. ورجع بذاكرته اللور كيتفكر، كان جالس في بيروه كيخدم، حتى تفكر تصرفات سحر اللي غريبه، ما يمكنش تولي هكا بين ليله وضحاها، رغم انه ما بقاش كيبغي يشوف الكاميرات حيت تايق فيها وعارفها ما كتخبيش عليه، ولكن خاصو يشوف اشنو اللي جار. ما طاح غير في تسجيل مريم الاخير وهي كتمعني ليها عليه. ابقى مصدوم، رجع الكاميرا اللور بالزربه وكيحبس غير فاش كتبان ليه مريم، ويعاود يطلق التسجيل. شاف كل شي من اول نهار لاخر، هز تليفونه وعيط في البلاصه على واحد من لي كارد. قال له نبغي دابا نعرف معلومات على البنت اللي غادي نصيفط لك تصويرتها. قال ليه الكارد اوكي، وفعلا لحظات ووصلوه جميع المعلومات، كاذبه في الاسم وفي قاع داكشي اللي قالت، ولكن رغم المعلومات ما عرفش علاش كدير هكا ولاش باغا توصل. والغريب في الامر كانت كتعرف تحركاته وكتستغلهم لمصلحتها باش يبان بحال ليلى كان معاها، وهضرته هو وسحر عارفها. سد البيسي وبقى شي ربع ساعه جالس ومرجع راسو اللور، حيت عارف راسو الى مشى حتى ناض عندها دابا غادي يقتلها. اجلس حتى برد وناض من كرسيه غادي عندها. وصل بيتها وهو يدخل نيشان ولقاها جالسه كتشوف التليفون وكتضحك، ولكن بمجرد ما شافته جمعات الضحكه وقالت مسيو سيف كاينه شي حاجه؟ قال بابتسامه كاينين حوايج. ناضت من فوق الناموسيه ووقفات قدامه، وحتى هو بقى كيشوف فيها، حاولت ما أمكن تسلم من شوفاته وتتحكم في راسها، ولكن الطريقة باش كان كيشوف فمها هيجاتها، وهي أصلا من مدة ولا كيعجبها. بقاو كيتبادلوا النظرات حتى زعمات، وهي تعلى على صباع رجليها وما بقى بين فمهم إلا بعض سنتيمترات. يلا سدات عينيها باش تبوسه، ما حسات إلا على إيد قوية شدها من عنقها، قبضة حديدية ردختها مع الحيط حتى داخت وعنقها حمار. قبضة حديدية ردختها مع الحيط بقوة حتى داخت وعنقها حمار عكس وجهها اللي بدا كيزرق. بدات كتحاول تحيد له ايده وكتقول غنموت، وبدات كتكح. سيف الدين قال وداك الشي اللي بغيت انا، تجي مسخة بحالك تخلع لي مراتي وتدخل ليها الوسواس. انتي تبكي لي يا مراتي، والله تنربيك. ومع كل كلمة كان كيرخف ايديه باش يخليها تنفس ويعاود يزير. مريم كتكح وكتقول له اطلقني ولا راء. سيف الدين ابتسم وقال ولا شنو؟ رخفها شوية مخليها تنطق وقالت خالتها غدا تموت. سيف الدين ما استوعبش وقال كيفهاش؟ قالت مريم خالتها عندي، وإلا قتلتيني عمرك ما غتلقاها. رخفها سيف الدين من إيديه مخليها طايحة الأرض وكترجع النفس. وهي تقول عاطية تعليمات لواحد الصديق ديالي، إلا غبرت ولا مت ولا أي حاجة يقتلها بلا ما يحن فيها، اش بالك؟ وتخيل معايا مسيو سيف، مراتك تعرف خالتها مخطوفة،
بلاتي نفكر غيجيها نزيف ولا غتجهد، والصراحة يقدر ينزل ليها الطونسيون. ودخل كوما كاع، باقي كيعاود ليها وهي تفيقو صحر بغواتها والدموع في عينيها وحاطة إيدها على فمها. قالت خالتي، شد ليها سيف الدين في إيدها وقال حبيبي ما تخافيش خليني نكمل ليك. قالت خالتي يا سيف خالتي. قال صحر، إلا كانت خالتك أنا راها أمي. صحر من اللي قالها ليها بحال ليلة ضربها الضوء، بقات كتغمض عينيها وتحلهم كتسنى تفيق، حيت يحساب ليها كتحلم تاني. قالت انت كيفاش عرفتي؟ قال كيفاش عرفت؟ من بعده غنتفاهموا على التخبيه انا وياك. قالت انا. قال ما عليناش، رجع كمل ليها هدرتو وهو كيتفكر شنو طرا من بعد. غير عرف خالد صحر عندها، ابقى ساكت. مريم خدات سكوت وضعف، ولكن هو كان كيفكر. ابتسمت مريم وقالت ما تحاولش تقول ليها شي حاجة باش ما نأديش لكم لطيفة ديالكم، حيت بيتك فيه كاميرا وأي تصرف غلط منك غادي تقرا الفاتحة على روحها. وبهذا الشي خرج سيف الدين من بيتها وهو حاس براسه الواتو من دراعه اللي كيضره، حيت لو ما كانت السحر حاملة كان غادي يفضح مريم، ولكن دابا هي حاملة ما يقدرش يقولها ليها، حيت خالتها آخر وحدة بقت عندها في هذا الدنيا. كيفضل يبان ما مزيانش ويعتق ليها خالتها، كيبغي سحر وهي روحه. بالصح هو كيكون قاصح معاها بعض المرات، ولكن راه كل ضربة كيضربها قلبه كينطق بسمية سحر، وفي نفس الوقت شك سحر فيه ضره، حيت لو كان جاي يشك هو كان غيشك بالتصاور اللي شاف، أما هي فما شافتش غير سمعات وشكات. والحل الأنسب دابا هو يبعدها بينه ما فارها مع مريم، وما يقدرش يخلي سحر معها في دار واحدة، وفي نفس الوقت ما يقدرش يخلي مريم تخرج، خاصها تبقى قدام عينيه وتما فين دخل عند سحر وطرى اللي طرى باش جابها للسبيطار. من بعد عيط نيشان على الجارد اللي تبعوه بالطوموبيل، هو داز للقصر وهما كملوا طريقهم لفين صيفطهم من بعد ما عرفش الحوايج. كي رجع للقصر دخل نيشان عند مريم، ومن بعد صمت طويل حاول يبرد الوضع بين مقدا ورجاله الغارات. قال سيف الدين اشنو باغا دابا؟ قالت له مريم طلق سحر، وهو يقول وانتي اش عندك فيها الى الطلقات؟ قالت له غادي ندمر ليها حياتها، باغا ندمر ليها حياتها كيف ما دمرت لي حياتي. وهو يقول سيف الدين اها والى ما بغيتش؟ قالت الله يرحم لطيفة. وهو يقول كتهديني. قالت له مريم احسبها كيف ما بغيتي. وهو يقول سيف الدين متأكدة باغاني نحسبها كيف ما بغيت؟ قالت اه. ابتسم سيف الدين وهو يقول على الراس والعين، ولكن قبل خاصك تشوفي واحد الحاجة. وجبت تليفونه ودوز ابل فيديو، وهي كتشوف لحظات وبانت صورة وهي تحل فمها وعينيها حتى الحد، غوتات وقالت بابا. كانت الفيلا كلها دايرة بالجارد ديال سيف الدين، في الوقت اللي لي جارد ديال باها كلهم مربوطين، والداخل وباها جالس في كرسي ودايرين به الجارد وهزين عليه السلاح ووجهه واكل الدق. سيف الدين قال شنو قلتي ليا؟ نحسبها كيف ما بغيت؟ مريم بدات كتبكي بهستيريا وكتغوت بباباها، بابا طلق بابا، طلقوا هالكلاب. ابغات تطير ليه على التليفون وهو يضربها بظهر ايده حتى طاحت وطفى التليفون. قال ايدك نقطعها ليك الا تعلات عليا. مريم كتبكي وقالت واش مراتك قتلت ليا ماما وانت غادي تكمل بالشخص اللي بقى ليا في هاد الدنيا؟ سيف الدين قال كيفاش؟ هو عارف مزيان اشنو طرا، ولكن فضل يسمع من عندها هي،
ويعرف باها شنو قايل ليها. بدات مريم كتعاود ليه كيفاش امها كانت كتعالج عند سحر، ومن بعد ملي جات المغرب لقاتها ماتت، والسبب الرئيسي كان هو الجرعات الزائده ديال الدواء. سيف الدين قال: نفترضوا مراتي قتلتها بهادشي اللي كتقولي، واخا ما يمكنش، وتجي تقتليها غير حيت شاكه، كاع هادي زعما فيك. سمعيني نقول لك، وباك ملي مشاو عندو الكارد وتفلاو فيه مزيان اعترف باللي هو اللي قتل امك. مريم قالت: اه كيفاش؟ لا ما يمكنش، كذوب كتكذب. وجبت تليفونه ووراها الفيديو اللي باها كان كيعترف كيفاش امها كانت باغا تطلق منه، وسحر كانت باغا تعاونها، وقرر يقتلها ويزور ويقول انها ماتت بجرعات زائده، وهكا بنته غدا تنتقم ليه من سحر. والخطا اللي دارت مريم هو انها ما تاكدتش من نتائج التشريح واللي دغمشهم باها بالرشوه، وقدر يخفي بزاف ديال الحقائق. هادشي كامل قدر يعرفو سيف الدين ملي طلب معلوماتها، وعرف امها ماتت من مده، وبدا كيبحث هو ورجاله، وعرف انها كانت مريضه عند سحر، حيت قالوا ليه باللي راها قبل ما تموت كانت عندها اضطرابات نفسيه، وذاكرين سميه الطبيبه. ومن ثم افهم اشنو كاين، ولكن كان متاكد ان سحر ما عندها حتى شي علاقه، وان مريم ولا واضح على الجايه، وهذا الشيء اللي خلاه يصيفط الكارد ديالو ويبزو على باها ينطق بالحقيقه، حيت هو اللي غادي يكون عارف. مريم بقات غير مصدومه وهي كتشوف داكشي، بقى جالس في الدين ومخليها، حتى بانت ليه مسحات دموعها وناضت وقالت: انا غنرجع ليك خالتك، وانا ما كنتش عارفه. قال: ملي ما تعرفيش بقاي تاكدي، كون طرات لمراتي شي حاجه كون قتلتك 100 مره وما نبردش. وهو يقول لها: فين لطيفه؟ جبدات مريم تليفونها وعيطات على الشخص قدام سيف الدين، قالت له: طلقها. وهو يقول الشخص: ها من نيتك، ياك ما سيف الدين واقف عليك دابا وكيسمع. سيف الدين طار ليها التليفون وانطق وقال: غطلقها ولا غنجيلك فين ما كنتي. حمزه بدا كيضحك وقال: سيف ما تبدلتيش يا صاحبي، باقي التهديد هو اسلوبك، ما غنطلقهاش، اجي ليها ونيت عندي معك هضره. كيف ما كتعرف اخر مره البوليس ما عطاوناش فرصه نكملو. حقه لطيفه رهمك، واي تصرف غلط منك غنفنيها بلا ما نفكر جوج المرات. بقى سيف الدين مصدوم ومبنج في بلاصتو، كيتفكر هضره حمزه وهضره الحاج قبل ما يموت، فاش نتقلو باه سميتها لطيفه. وبقى كيربط الاحداث، ومريم غير كتشوف فيه، هي اللي عاونات حمزه يهرب باش يعاونها تدمرهم، وها هو صدق دايرها غير طريق باش هو اللي ينتقم. كتشوف سيف كيزير في ايديه وكيشوف فيها، عرفات هادي غدا تكون اخرتها. سيف الدين شنق على مريم وقال لها: فين مخبينها؟ فين؟ قالت: انا غدا نقول لك. سيف الدين قال: لا ما غتقوليش ليا، غدا تمشي معايا. جرها من ايدها بالجهد حتى وصلوا للطوموبيل وهدر مع الكارد اللي سبقوه بجوج طوموبيلات، وصلوا للديبو اللي وراتو له مريم، ونزلوا زيدها معاه. كان باقي قدامهم مسافه يمشيوها على رجليهم. حمزه كان جالس تما على اعصابه كيحرك رجليه بتوتر، ولطيفه مسدود ليها فمها وجالسه فوق من كرسي كتشوف حمزه بشوفات ديال الحقد. قال: مالكي يا خالتي على دوك الشوفات؟ لطيفه كتحاول تهضر ولكن فمها مسدود. بقى كيشوف فيها حمزه وعرفها باغا تقول ليه شي حاجه، بدا كيضحك وناض حليها فمها، وغير حليها فمها والضحكه اللي كانت مرسومه على وجهه تحولات الملامح جديه. قالت: هذا هو الخير، تعض الايد اللي تمدات ليك، عطاك خاطرك تغدر مورا ما دوزتو 20 عام وكتر وانتو مصحاب، كتاكل معاه وتشرب معاه
وتجلس معاه وساكن معاه، كيعاملك بحال خوه اكتر، وفي الاخر تخطف ليه امه تأدي ليه مراته. ما حشمتيش ها؟ حمزة عيني حمار، كيكره اللي كيفكروا في حال هاد الشي، وقال سكتي سكتي انتي، ما عارفة والو، ما تدويش. قالت يمكن انا ما عارفة والو، ولكن انا اللي عارفة هو انك صدقتي غدار ونكار الخير. بالحق المشكل ماشي فيك، المشكل في ولدي اللي تاق فيك. قرب عندها حمزة وهو كيغوت ديما سيف الدين المزيان، ملي حليت عيني وانا دير بحال سيف الدين، كون بحال سيف الدين، صرف بحال سيف الدين، اقرا بحال سيف الدين، زفت زعتر بحال سيف الدين. دا كيضرب جهة قلبه وكيقول انا ماشي سيف الدين، انا حمزة. سيف الدين وصل مع هاد الكلام، وبما ان حمزة كان عاطيه بالظهر احتنطق سيف الدين وقال وعمرك ما غادي تكون بحال سيف الدين. حمزة دار عنده ووجهه حمر وعرقان وقال ها جيت يا البطل. سيف الدين قال تلقها تمشي، المشكلة ديالك معايا انا، بغيتيني انا وها انا قدامك، هي خليها عليك. قال لي حمزة لا خاصها تحضر. علاه؟ هي ماشي امك، خاصها تشوف شنو غادي يوقع. سيف الدين قال له ما غيوقع والو، الا كنتي جايبني هنا باش نضربك ونقتلك وتسالي الجحيم تحياتك باش يبدا جحيم حياتي انا، راك غالط بزاف، جيت نديها ونمشي. مشى الوقت على الهضرة والعتاب، صدمتي فيك كانت كافية بلا ما نوسخ فيك ايدي. حمزة جبد الفردي ديالو وقال ولكن انا مازال ما ساليت، هارب ومحكوم محكوم، وفي الحبس ما كاينش الفرق بين 15 20 30 او 40، مؤبد كاع، نكمل ما بقى لي. لطيفة غير شافته جبد الفردي وصوبو جهة سيف الدين وهي تبدا تغوت وكتبكي كتقول الا قتلني انا، الا قتلني انا في بلاصتو، انا مزاوقة، ما تقتلوش قتلني انا في بلاصتو. حمزة بدا كيضحك وقال ما تخافيش غنتبعك ليه وموراها غنمشي لمراتو. ودار شاف سيف الدين كيستفز وقال غنعذبها وغنقتلها هي وولدك. سيف الدين قال له عمرك ما غتقدر دير شي حاجة. يلا كمل هضرتو هو يشوف حمزة البوليس واقفين حدا الباب وكيطلبوا منه ينزل سلاحه. حمزة قال لا هاد المرة غلطت يا شريكي، وبغفلة من الجميع تيرف سيف الدين، ولكن من حظه أو بصدمة منه تلاحت مريم قدام القرطاسة، خلات سيف الدين حال فمه، وحمزة حتى هو اللي ما كانش باغي يضيع التصويبة ولا يزقل الهدف. يلا بغى يدور جهة لطيفة حتى كيحس بفردي تحط فوق راسه، وشخص آخر شد ليه إيديه بالجهد وطيحوا الأرض وبدا كيدير ليه المينوت. كانوا الشرطة اللي علموهم رجال سيف وطوقوا المكان وبداو كيقلبوا حتى لقاو باب آخر اللي دخلوا منه للديبو. وحمزة بتركيزه على سيف الدين نسى داكشي اللي داير بيه وما ردش البال. قرب ليه سيف الدين وهما مطيحينه في الأرض، وحمزة هز فيه راسو وقال له سيف الدين هنا غتبقى ديما بلاستيك تحت رجلي، حطيتك فوق راسي، ولكن اللي مولف يكون تحت الصباط كيرجع لتحت الصباط. خلى حمزة كيتغدد ويسب، والشرطة مخرجاه ومشى نيشان لعند لطيفة. أما مريم ما تسوقش ليها حيث أصلا كانت هي السبب ديال هادشي، وهي اللي هربات حمزة وخطات، ولكن اللي كيحفر شي حفرة كيطيح فيها. هزوا مريم بالزربة باش ينقلوها للسبيطار، أما سيف الدين مشى عند لطيفة وحليها الحبل ووقفها وهي تلاح عليه كتعن كل جهدها وكتبوس بدون ما يبادلها التعناق. حسيت به وكانت متوقعة يرفضها، وبدات كتبعد شوية وهو يرجعها عنده بقوة وبقى معنقها شحال. قالت له لطيفة بغيت نعود ليك ولدي، ولكن ما قدرتش. سيف الدين مسح ليها دموعها وبات ليها راسها وقال الماضي مشى ودابا انا عرفت وهذا هو المهم. وهي تقول له ما مقلقش مني يا ولدي. قال لقيتك مورا 30 عام وعاد نزيد نضيع الوقت في التقلة. قالت الله يرضى عليك ولدي، وباس ليها ايديها وعنقها ومشاو من الديبو وهما كيهضروا وكيعاود ليها على مجرى مع صحر.
وقالت ليه يمشي بوحدو عندها ويمهد ليها ويهدر معها باش يتصالحو، رغم أنه كان متردد وما قادرش يواجهها. وصل لطيف للقصر فين كانت غير سارة اللي ما فهمات والو من اللي شافتهم. أما الحاجة هادي يومين غابرة ما عرفها حد فينا هي، وحتى سارة ما بغاتش تسول كأنها عارفة شي حاجة ولا حقدات عليها مورا متباها. وداز شهر وسيف خدا سحر للبحر، وسيف خدا سحر لواحد اللوطين، وفي الليل خرجها للبحر. قال أنا كنعتذر على شنو درت في الماضي، تقبلي تزوجي بيا. وهي تسمع سحر الغوات والتصفاق مخلط مع التصفار، دورات عينيها كتبان لها خالتها وسحر وأصيل واقفين. سحر ما عرفات باش تبلات، ولكن طموحها بداو كينزلوا رافضين أنهم يحبسوا. دورات عينيها جيفتو وبان ليها نازل على ركبته وهاز خاتم في إيديه. قال عارف راسي غلطت معاك شحال هادي، كنتي معايا ونعمة الزوجة في الوقت اللي كنت أنا كنقصى حتى على راسي، كتخليني ديما ندم على تصرفاتي. كنتي معايا بنت الناس وانتي الوحيدة اللي تستاهلي أنني نتبدل على ودها، حيت كون ما صبرك وتحملك ليا عمر هاد الزواج ما كان غينجح. شد ليها في إيدها وقال سحر قدام هاد الناس كاملين تقبلي تزوجي بيا، وهاد المرة بإرادتك. سحر معرفات ما تقول، حطات إيديها فوق كتفه باش تحنى شوية عنده حيت كرشها حبسها. هو غير شافها هكاك وناض وقف عندها، وبدون حتى كلمة عنقاته هي كتبكي وفرحانة، وحتى هو بدوره عنقها وضمها لصدره. بداو الناس كيصفقوا ويصفروا غير ركب ليها الخاتم، وهما يبداو الألعاب النارية كيطرطقوا في السماء والناس كيصوروا هاد اللحظات. جات لطيفة وسارة في البلاصة كيعنقوا سحر اللي كانت في سابع سما بالفرحة، وأصيل والناس كيباركوا لسيف الدين غير كمل معاهم وهو يمشي عند سحر. شدها من خصرها ووجه كلامه لسارة ولطيفة، سمحوا لي غندي لكم مراتي باغي نشطح معاها. لطيفة قالت له خودها، وجر سحر والطلقات الموسيقى هادئة من لوطيه، وكان كل واحد جرجلي كتحياته كيشطح معاها في الرملة والبحر هادئ والقمر مضوي عليهم. سيف الدين هو كيشطح بهدوء مع سحر، قال كان بغيك سحر، شافت له في عينيه وقالت حتى أنا كان بغيك، وحطات راسها على كتفه وكملين رقصهم بهدوء وسط الناس مخلين موراهم خيبات الأمل وكل ما فات. في ليلة ضوى فيها القمر عليهم وفكرتهم كيفاش حبهم خلاهم يتجاوزوا هاد الشي بدون ما يتفارقوا ولا حتى شي واحد يطلق إيد لآخر. كانت ليلة من ألف ليلة، كانت واقفة بعيد كتشوف فيه كيتريني وعضلات جسمه بارزة كلها نظرات حب وعشق ليه، كتفكر أيامهم من أول نهار ومن اللي شافته كيقتل وداها الغابة باش يقتلها. داك النهار لو كان شي حد يقول ليها راه الراجل اللي واقف قدامك باش غيقتلك فعلا غيقتلك، ولكن ماشي برصاصة، بنار الحب. لقطات من عمرها معاه تفكراتهم وهي كتشوف فيه، ما زالت كتفكر حتى بدات كتحس بالجران في سروالها، حنات راسها باش تشوف. كان جود وبهاء الدين التويميين اللي دابا عندهم 4 سنين ولكن كيطيروا مشيبينها. بدات كتبتسم حيت جود كيضرب البهاء الدين ايديه باش ما يجرهاش. هزات عينيها وكيبان ليها سيف الدين جاي بابتسامه عريضه جهتهم، باسها في فمها وباس كرشها اللي في شهرها السابع، وهاد المره بنت واميره دارهم. ونزل هز ولادو بجوج كل واحد بيد وبدا كيلعب معاهم مخليها كتامل اسرتها الصغيره واللي كتطلب النهار وما طال ربي يحميها ليها. وهي هكاك حتى سمعت الصونات، مشات بشويه وحلات كتلقى ساره مع بنتها الصغيره واصيل وموراهم خالتها. عاد رجعوا من السوق حلات ليهم الباب ورجع الهراج في الدار والهضره، جلسوا كاملين وحطات سحر هي وساره الغدا وتغداو هما كيتعاودوا ويضحكوا. ومشات قصتي من واد الواد وانا بقيت مع الناس الجواد. وهذه هي نهايه قصتنا اليوم اللي حاولت من خلالها نبين لكم ان الحب عمره ما كان ساهل ولا غيكون.
وباش تبغي خاصك تضحي وتصبر، ولكن بشرط ان الشخص اللي غادي تضحي على وده يقدر يموت على ودك. كلنا كنطيحوا في اغلاط، ولكن الله غفور رحيم. عمرك ما تخلي غلطة ماضي تأثر على حاضرك ومستقبلك. صلي وادعي ربي يغفر ليك.